طيب التغريدات تتوقع طلعت بعد ما دخلتوا صح؟ تقريبا. ولا قبل؟ ساعدنا الاعداد في بعد وفي قبل الظاهر. طيب طيب التغريدات الذهبيه خلينا نستعرضها احنا وياكم ونشوف الاصوات الذهبيه اللي نسميها الاصوات الذهبيه فعلا. نشوف تغريداتكم نرجع لكم مشاهدينا الكرام. طيب تسمحوا لي بس اقراها، الشاشه اللي عندي ترى ما تشتغل. طيب نسخه مميزه لكن مهدده بان تكون طي النسيان، بين قوسين الفاظ غير مقبوله، اسقاطاتكم على بعض، كلكم مشاركين علشان الكاميرا والجمهور، لا تستخدم هالكلمه ضد غيرك، كمشاهد يهمني اللي على الشاشه فقط، تصنعك لنفسك وبتخسر، لكن الاسوء اذا ظهرت بشخصيتين متضاده على البث، نجاحكم واحد، احرصوا على بعضكم وخوتكم. هذه من الان نستعرض التغريده اللي بعدها. طبعا يساعدون الاخوان في الاسم جذل تقول اهم عامل من عوامل نجاح النسخه حبكم البعض واخوتكم وصفاء قلوبكم تجاه بعض. صدقوني ما تنجح نسخه بين متسابقين حرب وكراهيه، اسقاطك على خويك سقطه لك، ابعدوا عنها، طفشنا من مشاكلكم اللي على اتفه الامور. شكرا الكرعاني فهد بن فارع على انهم اطمروا الزله ورجعت النفوس صافيه بسرعه. طيب نشوف فهد بن فارع بمن اسمهم ذكرت، فهد بن فارع عبد الله الكرعاني. فهد تفضل. وهيف يا مرحبا بك. اول شيء عبد الله الكرعاني اخو، وانا والله العظيم اني يعني اللي اخطيت عليه انا اسف، واللي اخطا علي اسف، يعني اقول عنهم باب الصداقه الجديده، والله يوفقنا وياكم ان شاء الله. عبد الله اخوي فهد، انا ما عدنا الا مثل محمد اللي برا، عرفت؟ مثل اخوي محمد، واللي بيننا اكبر من ذا الشيء كله، وحنا اخوان طال عمرك. يا سلام. طيب نستعرض التغريده اللي بعدها. طيب التغريده اللي بعدها من شويش الحمد تقول للمتسابقين نسختكم قويه من بدايتها، لا تظلمونها بالمشاكل، نتمنى الروح الجماعيه اللي بينكم تستمر وتكونون يد واحده، لان نجاح الشخص فيكم يعني نجاح للجميع، هالفرصة ما تتكرر، قدموا فيها كل ما عندكم ولا تقاطعون الجلسات، ابحثوا عن التجديد دائما، اتركوا لكم أصداء تنذكر لكل البرامج الجاية. طبعا هذه من الصوت الذهبي شويش الحمد. التغريدة اللي بعدها صبارة تقول بالنسبة لمداخلاتكم في فقرة خذها كاش، تأكد الصوت العالي ما يخليك نجم ولا ممكن يتقبلك المتابع بهذه الصورة، تقدر توصل رسالتك وتبريرك بشكل هادي مفهوم بعيدا عن كل هذا، واحسب حساب كل كلمة تخرج منك. طيب ليش يا أبو هيب تشتري عليك؟ أخي لأني أحبك والله يك حلال. طيب في تغريدة بعدها، أتوقع التغريدة هذه الخامسة صح؟ والأخيرة. هذه التغريدة الخامسة والأخيرة من الصوت الذهبي قدر العنزي تقول لنجوم البزنس، وأنتم نجوم انتبهوا لكلماتكم، علي بالطلاق وفيها أشياء ما لها داعي والهياط بعد، نحن ننتظر إبداعكم، المسرح لازم تفعلونه، سهرات وامسيات، يوم تمثيل ويوم إنشاد ويوم شعر، نحتاج سوالف وقصص، ورتمكم آخر البث نازل للأسف، حنا نعرف عندكم أشياء ما طلعتوها ننتظرها. أحمد العوض حاب يرد على صوت الذهبي قدر العنزي، تفضل يا أحمد. آخر الليل ها؟ إيه آخر الليل والله، من البرد ذبحنا البرد والله، البرد عارفين الناس ما تتحرك فيه عادي، يعني يا دوب نتحرك، يعني زين ان نتحرك اخر الليل. طب هل هذا تبرير كافي ووافي وشافي للجمهور الكريم؟ والله والله تبرير والله، بالعظم البرد ما تدري انت تلتحف ولا تحوم. ولا عبد الله ابو عوض تبرير سليم، ولكن هو التبرير الاصح وجهه نظري ان احنا يوم نكون مع بعض في جلسه بسبه يعني الضوء النار يعني. ايوه والبرد. فهذا الناس لازم تقدر هالوضعيه شوي يعني. شاري عهد اخوي عبد الله ما اشتكينا لا برد ولا شيء والامور تمام. 500 زياده سم. طيب